تم صلح بين الجمال عبد الناصر وبين الملك فيصل رحمهما الله. هذا هو في رأيي دور السودان. دور السودان هو أن يكون واسطة خير. بعدين بهذه المناسبة أحب أقول لك أن شيئا أنا أردد باستمرار، وهو إنه نحن لما ربنا خلقنا على أطراف العالم العربي خلقنا لحكمة. الحكمة هي إنه نحن ما نتصدر في المشاكل ما بنقدر عليها. لو كان يريد لنا أن نتصدر لقضايا العرب والمسلمين ونتزعم ونعمل مش عارف كان يعني خلقنا محل مصر ولا سوريا ولا. هذا هو دورنا. دورنا يجب أن ندرك إنه كونك أنت على الأطراف هذه ميزة كبيرة جدا لو عرفت كيف تستفيد منها. ما تمشي تتحشر في النص وتتصدر لدور أنت مش مؤهل له ولا أنت قدره.